اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ارفع عنهم بطشه وكيده وعدوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نبرأ بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم يا رب العالمين، وانصر إخواننا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال، اللهم أهلكهم بسنين واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. جميعنا سمع وشاهد على الأحداث التي حصلت مؤخرا في فلسطين من اضطهاد وجرائم واعتداءات وقصف للفلسطينيين واحتلال أراضيهم في الفترة الأخيرة. صراع على الأراضي الفلسطينية، من الأحق بها، الفلسطينيين أم اليهود؟ وهذا الصراع متكرر منذ أكثر من 70 سنة إلى يومنا هذا. اليوم سأسرد عليكم القصة الحقيقية لمن تعود هذه الأراضي، وكيف بدأ هذا الصراع، ومن بدأ هذا الصراع، وكيف تم الاحتلال الأراضي الفلسطينية. كل هذا سأتكلم عنه في هذا المقطع، وسأحاول ألا يكون طويلا عليكم، لذا سأحاول الاختصار عليكم قدر المستطاع. لهذا سنعود بالزمن قبل 150 سنة تقريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم يا أصدقاء، معكم أيوب أويوبي. هذا المقطع هو أهم مقطع سأقوم به في مسيرة حياتي في اليوتيوب، فأتمنى أن يعجبكم هذا المقطع وأتمنى أن تنشروه مع أصدقائكم. فهيا لنبدأ. بدأت قصتنا في سنة 1873 ميلادية. كان عدد سكان فلسطينيين ما يقارب 300,000 نسمة، وكانت مقسمة إلى 90% من عرب مسلمين فلسطينيين و 4% فقط لليهود. واليهود في ذلك الوقت كانوا يعيشون كجزء من الفلسطينيين، وكان عددهم ما يقارب 10,000 نسمة. وفي تلك الأيام كانت فلسطين تابعة للدولة العثمانية، والجزء الأكبر من اليهود وأغلبهم كانوا يعيشون في دول أوروبا مثل إسبانيا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وإنجلترا وروسيا، وكانوا يقومون بخراب ومشاكل في أي دولة يدخلونها مثل الاغتيال القيصر الروسي الإسكندر الثاني. وبسبب أفعالهم كانوا مضطهدين في أوروبا، وجربوا معهم كل الطرق مثل السجن والتعذيب والطرد، إلا أن ذلك لم يأتي بنتيجة. فبدأت الدول الأوروبية تعمل بهم مجازر ومذابح كبيرة جدا، وروسيا قامت بخطة تطهير موسكو من اليهود، حتى ظهر عضو كبير في البرلمان البريطاني واسمه لورانس أوليفانت، كان متعاطفا مع اليهود، وكانت من وجهة نظره أن اليهود يجب أن يقيموا دولة خاصة بهم بعيدة عن أوروبا لكي يبعدوا مشاكلهم ويخففوا الاضطهاد والمجازر في حقهم. وفعليا عملوا مستوطنة يهودية شرق نهر الأردن، وعملوا مستوطنتين، الأولى في منطقة الجرش واسمها مستوطنة الرحيل، والثانية في منطقة السلط واسمها كفر هول. ولكن بعد 4 سنوات تقريبا بدأوا يقومون بأشياء غريبة، وكانت نواياهم خبيثة، حتى بدأت الأردن بالشك فيهم، لأن هؤلاء اليهود لديهم أموال كثيرة وكانوا يشترون أراضي ويتوسعون فيها. وهنا قررت الجماهير الأردنية اجتماع طارئ في بلدة ساكب، فقرروا طردهم من هذه المناطق، فهجموا عليهم وطردوهم خارج البلد. وفي هذه الفترة كانت الأردن تابعة للحكم العثماني، فرفعت اليهود عريضة أو كتاب للدولة العثمانية ويقولون لهم أوقفوا هجرة اليهود لأنهم يمتلكون أراضي في شرق نهر الأردن. فردت الدولة العثمانية عليهم وتوقفوا في غرب نهر الأردن مع الأسف، وبالتحديد في فلسطين في مناطق صفد وعكا والناصرة.
وأول ما دخلوا هذه الأراضي فكروا في الاستيطان وقرروا أن يشتروا 200 قطعة أرض، وطبعا سيشترونها من الدولة العثمانية لأن الأردن وفلسطين كانت تابعة للحكم العثماني، ولكن الدولة العثمانية رفضت أن تبيعهم الأراضي وقالت لهم أن هذه الأراضي ليست ملكنا بل هي ملك لجميع المسلمين. وبعدها ظهر كاتب وصحفي يهودي من الغرب في النمسا اسمه تيودور هيرزل، وكان ينشر أفكاره ومقالاته ويكتب فيها يجب إيقاف الاضطهاد العالم على اليهود ويجب أن يمتلكوا دولة خاصة فيهم ومستقلة. وهنا جاء المؤتمر الصهيوني الأول في عام 29 أغسطس في سنة 1897، وهذا المؤتمر جمع أغلب الرؤوس الكبيرة من اليهود ومن ضمنهم عائلة روتشيلد والتي تمتلك البنك المركزي للعالم كله والتي لها يد رئيسي في دعم إسرائيل. المهم بدأوا في مناقشة تمويل مشروع بناء الوطن لليهود، واحتاروا أين يقيمون هذا الوطن، إما في الأرجنتين أو أوغندا أو فلسطين، وطبعا وقع الاختيار على فلسطين مع الأسف لأنهم يعتبرونها في دينهم الأرض التي ولدوا فيها. فنجحت فكرة هيرزل بأن يقيموا بلد اليهود في فلسطين، ومباشرة جمعوا الأموال وتوجهوا إلى الدولة العثمانية لكي يشتروا منهم الأراضي بمبلغ كبير جدا. وطبعا رفضت الدولة العثمانية من جديد لأن هذه الأراضي أراضي للمسلمين ولا يمكن بيعها. وهنا بدأت الحرب العالمية الأولى والتي شاركت فيها الدولة العثمانية رغم عدم مقدرتها على خوض الحرب بسبب ضعفها المادي، وانتهت الحرب بفوز روسيا وبريطانيا وفرنسا وهزيمة الدولة العثمانية وألمانيا. وهنا صارت الأردن وفلسطين تحت قيادة بريطانيا ولبنان وسوريا تحت قيادة فرنسا، ويسمى هذا بالانتداب وهي حق إسراف الدولة المنتدبة على كل أحوال الدولة الخارجية والداخلية. وهنا أرادت بريطانيا التخلص من جميع اليهود الموجودين في بريطانيا وأوروبا كلها وتهجيرهم إلى فلسطين لكي تنشئ وطن قومي لليهود داخل فلسطين، وكان عدد المهاجرين بأعداد هائلة جدا. واستمرت هذه الحالة حتى أتت الحرب العالمية الثانية والتي فازت فيها الدول المتحالفة بريطانيا وفرنسا وأمريكا، ولكن لم يفوزوا بسهولة لأن الحرب استنزفت كل طاقتهم. ومباشرة الاستعمار الفرنسي رفع يده عن لبنان وسوريا، والاستعمار البريطاني رفع يده عن الأردن ولكن لم يترك فلسطين بسبب قضية تهجير اليهود إليها والاستيطان فيها. ورفعت بريطانيا الملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة وصدر قرار تقسيم فلسطين إلى 55% للإسرائيليين و44% فقط للفلسطينيين و1% وهي القدس وتكون مشتركة، ومع العلم أن الإسرائيليين في ذلك الوقت لا يتجاوز عددهم 47% من تعداد السكاني في فلسطين، إلا أنهم حصلوا على نسبة كبيرة من أراضي الفلسطينية. وبعد أن صدر هذا القرار بدأ اليهود بالاحتفال، وطبعا الفلسطينيين رفضوا هذا القرار ولكن ليس بيدهم شيء. وهنا قامت بريطانيا بأحقر وأخبث حركة لها، فقبل أن ترفع يدها عن فلسطين باعت كل أسلحتها إلى الإسرائيليين وقالت لهم افعلوا ما شئتم الآن واحتلوا ما استطعتم في هذه الأرض. وهنا بدأت بما يسمى النكبة الفلسطينية، وهنا بدأ اليهود بالتجهيز للأشياء التي كانوا يخططون لها منذ سنوات، والفلسطينيين لم يكن بيدهم شيء، لا أسلحة ولا دبابات ولا أي شيء، على عكس اليهود فقد اشتروا جميع الأسلحة البريطانية وأسلحة جد قوية. وهنا بدأ الصهاينة في تكوين عصابات ومرتزقة ودخلوا على القرى الفلسطينية وينهبون ويقتلون القرويين الفلسطينيين، وبعدها يحرقون قراهم حتى يهجرونهم منها بالقوة، وكل هذا بقوة الأسلحة. وكان عدد المجازر والمذابح كبيرة جدا في حق الفلسطينيين، أي كل ما فعلت بهم أوروبا قاموا به للفلسطينيين.
وضحاياهم مدنيين ليس لديهم أسلحة حتى يقاوموا بها، ولهذا إن حمل أي عربي سلاح ضدهم يسمونه بالإرهابي مثل ما يحصل الآن. وبهذه العملية استطاعوا احتلال أكثر من 20 مليون دونم أرض، ودمروا أكثر من 531 قرية فلسطينية. وبسبب هذه العملية تم إنشاء الدولة الصهيونية الإسرائيلية، ولكي تثبت نفسها أمام الدول الأخرى قررت أن تطبق قانون الأملاك الغائبية، وهذا قانون استيطاني حتى يستطيع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بدون إذن أصحابها. وطبعا لن تستطيع فعل هذا لوحدها، لهذا أمريكا تدعمها. وبدأوا في الاحتلال الأراضي الفلسطينية، وكانت نسبة احتلالهم أنذاك 55%، والآن أصبحت أكثر من 80%. وطبعا جاء هذا كله بالقوة والغصب، ولهذا نسمع في كل سنة عن قصف وحرق وحروب على المدن الفلسطينية وخاصة بقطاع غزة، لأن غزة هو الجزء الأكثر الرافد لوجود إسرائيل رفضا تاما، ولهذا كل سنة تقوم إسرائيل بقصفهم وتدميرهم وحتى قطع الكهرباء والماء والطعام عنهم لكي يستسلموا. والآن يحاولون قطع الإنترنت عنهم حتى لا نشاهد الظلم والجرائم والمذابح التي يقوم بها الصهاينة في حق الفلسطينيين في غزة، وكل هذا حتى يستسلموا لهم ويحتلون أراضيهم. ولكن غزة تقاوم بكل قوتها إلى يومنا هذا، رغم إسرائيل تمتلك أسلحة قوية وصواريخ ولكن بدون جدوى، وكل سنة تكلف فلسطين خسائر مادية كبيرة للإسرائيليين بسبب الأسلحة والمعدات التي يشترونها. وفلسطين ظلت صامدة وستبقى صامدة إلى أن يأتي الفرج من الله عز وجل. ومن هنا أوجه تحية كبيرة للفلسطينيين وأقول لهم أنا دائما أدعو معكم، وأنا آسف لأني لا أستطيع تقديم يد العون لكم، والله غالب على أمرنا، وهذا كل ما أستطيع فعله لكم. ومن الممكن أن هذا المقطع لن يتم نشره وقد أتضرر منه، ولكن كله فداء للفلسطين لأنها قضيتنا كمسلمين. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية قصة فلسطين وكيف تم احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الصهاينة. وأتمنى أنني لم أقول شيئا خاطئا، وإن كان هناك خطأ فأخبروني به في التعليقات، وأسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وينصر الفلسطينيين. كان معكم أيوب أويوبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.